طالما ظهرت لك في المساء، اعرف ان انا جايب لك هدية حلوة وحصرية زي ما انت متعود من كوين 3، وكمان فوري. بمجرد ما بتعمل 5 خطوات كده بسيطة جدا بيوصلك 21 سنت كل 5 دقايق. الطريقة دي تقدر تعملها اكتر من مرة. كل اللي محتاجه منك يكون عندك حسابات جيميل كتير، يعني حساب جيميل لو عندك 10 حسابات جيميل فانت هتسحب 10 مرات، كل مرة بتكون ب21 سنت. فوري مباشر على محفظة باينانس يا زميلي، او بنانسي زي ما انت بتسميها باللغة بتاعتك. وطالما الفلوس وصلت هناك تقدر انك انت تبيعها، تقدر انك انت تعمل بيها اللي انت عايزه. فانا واثق النهاردة اللايكات النهاردة هتكون زي الفل عشان بقدم لكم محتوى زي الفل. ما تنساش تعمل لايك بتاعك الجميل وتعالى اشرح لك. ركز معايا يا ابو الصحاب، روابط واحد بس اللي احنا بنستخدمه هسيبه لك اسفل الفيديو، موجود في قناه الاير دروب وموجود عندنا في الموقع. بتاخده نسخه وتفتحه في متصفح كيوي، بعد كده بيطلب منك ان انت تدخل بالجيميل. انا طبعا مجهز لك حساب واحد ولكن هعمل لك اكتر من نموذج دلوقتي قدامك. بيتربط عندك الحساب بجيميل، بعد كده بتيجي هنا تقول له اربط المحفظه، محفظه جديده مالكش فيه انت، بس اضغط على الرابط الاولاني او على اول خيار. هيفتح لك طبعا صفحه زي كده، ده متصفح كيوي لازم تنزله من اي متجر او اكيد عندك. هنا بيقول لك سطب المحفظه على المتصفح نفسه، بتقول له اوكي، بس اعمل زي الخطوات اللي انا بقولها لك، مش هتاخد اكتر من 2 دقيقة بالظبط، وتسحب مره على حسابه. طالما فهمت المره اكيد هتعملها اكتر من مره. يبقى احنا دلوقتي نزلنا المحفظه، نزلت فين؟ هتيجي على ال3 شرط من هنا بالظبط كده وتنزل تحت تلاقيها حضرتك اهي نزلت المحفظه هنا، اتسطبت في قلب المتصفح. طبعا بتفتح المتصفح دي محفظه، بتعمل باسورد مرتين، يعني بتعمل حساب جديد بتعمل باسورد مرتين، ودي حاجه طبعا اكيد انت عارفها. بعد ما بتعمل الباسورد حضرتك بتيجي تعمل الخطوه اللي بعد كده، بيظهر لك كلمات عادي مفيش اي مشكله، مش هغطيها لان كده كده الحساب هستخدمه مره واحده وهعمل اكتر من غيره. فلو انت عايز تاخدها مبروك عليك يا ابو الصحاب. خدنا الكلمات نسخ، يبقى هنا زي ما حضرتك شايف 1 2 3 4 5 6، اكتبهم في اي ورقه واكتب زي ما هم موجودين بالظبط، يعني 1 1 2 2 وهكذا املاهم. وبعد ما تخلص تقول له انا عملت المحفظه، مبروك عليك يا ابو الصحاب كده انت عملت المحفظه. ارجع في نفس المكان، خد الرابط اللي انا سايبه لك في اسفل الفيديو او في الموقع عندنا، نفس الموقع افتحه في نفس المكان، خده كوبي وافتحه في نفس المكان بالظبط. بمجرد ما بتفتحه هيفتح معاك الصفحه ديت من البدايه. طبعا انت ربطت حساب جيميل، هنا تخش على محفظه تقول له اربط المحفظه، هيحولك على طول على محفظه، قول له موافق. بعد كده بيقول لحضرتك اعمل مره كمان، فانت يا اسطى اعمل لايك بقى عشان الدنيا تحلو في المساء. بتعمل زي ما انت حضرتك شايف موافق وتا تا 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 بتربطت عندك. حل الروبوت يا اسطى ومبروك عليك الصنبور الاولاني، وشكرا يا صاحبي على اللايك اللي انت لسه عامله دلوقتي. مبروك عليك يا صاحبي، انت دلوقتي خدت 21 سنت اقل من 2 دقيقة حتى، بص في وقت الفيديو من ساعه ما بدات ان انا اشرح لك اقل من 2 دقيقة. تدوس على ال3 شرط وهتلاقي حضرتك المحفظه هنا، مبروك عليك يا صاحبي 0.52 من عمله ابت، عامله دلوقتي 21 سنت، هي عامله 25 ولكن طبعا عشان احنا هنبع 0.1 عامله 21 سنت. تروح على محفظه باينانس او بنانسي، بتروح هنا في الديبوتيت او في اي مكان انت بتسميه او ايداع، ابحث على العمله اي بي تي، اكتب اي بي تي هتظهر لك طبعا العمله بالشكل ده، خد العنوان اللي انت هتسحب عليه، وبعد كده روح مباشره على المتصفح اللي احنا لسه منزلينه، دوس على ارسال. طبعا بتوصل في اقل من دقيقه واحده عشان قلت لك الموضوع كله مش بياخد اقل من 5 دقائق. فوق بتكتب العنوان وهنا تكتب 0025، كنت بجرب ولكن ما نفعتش، قلت هبعت 2 بس ما نفعتش، انت اكتب 02002 هتلاقيها طبعا موجوده عند حضرتك زي ما هي موجوده، عفوا 02 يعني 0.02 وصلتك. في الحساب الثاني هنبعت طبعا 01 عشان هي الرسوم بتكون صغيره جدا من قلب المحفظه. احنا دلوقتي بعتنا المحفظة بنانسي، تروح بسرعه بعد دقيقه بالظبط هيقول لك تا 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 مبروك عليك يا زميلي، وصلك اول صنبور. فانا بقى عايز يوصلنا اللايك بتاعي يا ابو الصحاب، هتروح كده على المنصه بتاعتك وتشوف هل وصلت ولا لا، طبعا قابلة للبيع والتبديل، واي مبلغ موجود في المنصه تقدر انك انت تستخدمه 21 سنت. ازاي بقى يا ابو الصحاب تطلع تعمل اكتر من حساب؟ الموضوع اسهل منه مفيش، عندك خيارين، الخيار الاولاني يعني انك انت تحذف المتصفح بتاع كيوي وتنزله من جديد،
او تنزل على اكتر من تليفون عشان طبعا الفيديو ما يكونش طويل بالنسبه لك. طبعا انت ممكن تحذف المتصفح وتفتحه من جديد بحساب جوجل الجديد، ولكن انا هشرح لك على تليفونين تاني عشان الوقت الفيديو ما يكونش طويل. نزلنا المتصفح كيوي، فتحنا الرابط، وبعد كده دخلنا بالجيميل زي ما انت طبعا حضرتك شايف اهو. دخلنا بالجيميل، اول حاجه بتربط بالجيميل، بعد كده بيقول لك اربط بالمحفظه. ما عندكش محفظه بس انت بتدوس على اول خيار هي بتطلع لك محفظه. طبعا انت كالمعتاد بتسطب المحفظه داخل متصفح كيوي، الموضوع اسهل منه مفيش. بتسطبها فين يا عم احمد؟ ها انا لسه قايل لك دلوقتي، تدوس على الثلاث شرط من فوق هتلاقيها نزلت، هتشوفها دلوقتي. نفس الكلام في التليفون الثاني، دخلنا بحساب جيميل. هنا طبعا ما انت عارف دخلنا بالحساب الجيميل، ومتشكرين يا صاحب على اللايك يا زميلي اللي انت لسه ما عملتوش لحد دلوقتي، وبتيجي حضرتك تقول له اعمل محفظه. فاحنا دلوقتي هننزل المحفظه، نفس الكلام بتسطبها في قلب المتصفح. طبعا الكلام ده تقدر تعمله على تليفون واحد، ولكن عشان بس الفيديو ما يكونش طويل عشان هحذف التطبيق وانزله من جديد، هحذف التطبيق وانزله من جديد، قلت اعمل شرح بسرعه. ترجع تاخد الرابط وتفتحه في نفس المكان، رابط السنبور، تقول له اربط المحفظه، بيظهر لك طبعا خيارين مرتين زي ما انت طبعا شايف، بتدوس عليه من ايدك اليمين وعلى ايدك الشمال. انت عارف على ايدك الشمال في ايه يا اسطى؟ اكيد انت عارف. طيب لو ظهر لك زي خطا زي كده، بتدوس على الثلاث شرط من فوق عشان تشوف المحفظه بتاعتك هي اتسطبت، وتعمل محفظه في الاول. اعمل محفظه في الاول وبعد كده ارجع اربط الموقع بالمحفظه. اعمل الباسورد بتاعك مرتين، وانت زي ما انت عارف بالموضوع لسه شرحه لك اكتر من مره. بتدوس على الثلاث شرط عشان تشوف المحفظه نزلت فين، اهي زي طبعا انت شايف. هدوس من جديد اهو قدامك على الثلاث شرط من فوق، بس بنقفل ده. بمجرد ما بتدوس على الثلاث شرط من فوق بيظهر لنا المحفظه. بنعمل حساب، اول حاجه بيطلب باسورد مرتين زي ما انت متعود، وبعد كده بيظهر لك الكلمات بتاعتك. طبعا الكلمات موجوده في كل مكان، ولكن انا مش هغطيها عشان مش هستخدم اصلا المحفظه دي تاني في الوجود. بتدوس عليها زي ما حضرتك شايف، بقى تنسخها في ورقه، تصورها، تعمل بها اللي انت عايزه. واهم حاجه تكتب نفس الرقم واحد في رقم واحد، 2 في 2 3 في 3، وهنبعتهم دلوقتي على محفظه بنانسي. تقدر تسحب على نفس العنوان من اكتر من حساب. عملنا المحفظة بتاعتنا، يبقى نرجع نفتح الرابط من جديد. بعد ما بنفتح الرابط بنعمل ايه يا عم احمد؟ بنعمل اللايك بتاعك يا الصحاب، فمتشكرين يا صاحبي. بنقول له ادخل بجيميل من جديد لو ظهر لك. بعد كده بمجرد ما بتخش بجيميل بيقول لك ربطته، اعمل محفظة. فانت بتربط رابط المحفظة، بتوافق عندك مرتين، وبعد كده بتكون عندك اتأكدت. تدوس المرة كمان، وبالشكل ده يا صاحبي انت بتتربط عندك المحفظة. بتعلم انا لست روبوت، وبمجرد ما بتعلم انا لست ريبوت تا 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 تا. مبروك عليك يا ابو الصحاب، في اقل من دقيقتين اهو زي ما قلت لك خدت 25 سنت كمان اهو. مبروك عليك يا صاحبي، 0.52 من عمله ابت. نفس الكلام تفتح الرابط من جديد وتعمل ربط بالمحفظه، هيتربط عندك المحفظه، تقول له اوكي مره كمان، اهي اوكي يا عم احمد وزي الفل يا ابو الصحاب. احلى مسا عليكم في المسا يا رجاله، او يا بنات برضه عشان البنات ما تزعلش. اتعلم انا لست ريبوت، وبعد كده بتقول له تا 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 تا، عندك 0.25 من العمله، يعني 25 سنت و25 سنت من الاول. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنروح ناخد عنوان بينانسي من هنا عشان نبعتهم على نفس العنوان. اخذنا العنوان يا ابو الصحاب، عشان انا قصيت الفيديو عشان ما يكونش طويل ليك في المسا. انا عارفك هتخش دلوقتي تا 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 تسحب لك اقل حاجه 5 6 10 دولار. نعمل نفس الكلام هنا بقى، تكتب 0.00 و2.1، يعني زي ما انت شايف قدامك في الشاشه طبعا بيبعت واحد. انا في الاول بعت 0.02 ولكن ما فيش اي مشكله، وهي اتبعتت بدون اي مشكله. احلى حاجه ان هو بيوصل فوري، مباشر وفوري. ونفس الكلام بالظبط، بتقول له ارسال، الاول بتكتب العنوان بتاع حضرتك، وفي الاسفل بتكتب 0.021، نفس الكلام اللي انت شايفه قدامك. وبعد كده بيظهر لك ارسال، بتقول له ارسال، وبيقول لك مبروك عليك يا ابو الصحاب. يبقى دلوقتي هتعمل ايه يا عم احمد؟ انا عارفك عملت لايك يا صاحبي، بس بحب امس عليك كده ونخشك في المسا. بتخش يا زميلي هنا في المحفظه عشان نشوف وصل ولا لا. ادي اول تاني سحب، عفوا وصل الاول، اتاكد اهو قدامك، ونعمل ريفرش عشان نشوفه. بيتاكد في اقل من دقيقه، ده الاول يا ابو الصحاب. ويوصلك اصلا جميل هنا بيقول لك تم سحب عندك ايداع جديد في المحفظه. التاني نفس الكلام، بمجرد ما بتستنى دقيقه واحده بس، ادي عندك ثلاثه فوق بعضهم، 1 2 3. فاحنا عايزين منك احلى ثلاثه مسا
في الليل يا ابو الصحاب، اهو كل حاجة وصلت بالنسبة لك، ودي الطريقة الجديدة ازاي تكسب عملات رقمية على محفظة بيننسي بشكل مجاني. تخش اهو موجود عندك دلوقتي في اقل من 8 دقايق عملت نص دولار. فانت لو بقى فاهم الطريقة انا بشرح، انت انما بقى تشتغل لوحدك من غير شرح فهمت الموضوع ماشي ازاي هتعمل اكتر من كده بكتير، انما عشان انا بشرح واقص واعمل مونتاج وحركات فالوقت بياخد مني كتير. انا كان حد كده صاحبي قلت لك كلمة شكرا بتاعت زي ما انا اتفقت معاك، كلمة شكرا بتكون اقدم لك محتوى حصري وجديد.